برافو، حسن جدا، برافو برافو. واحد الربعة كتبتيها متى عرفت اني نكتبها؟ عرفتي علاش تنكتب دابا هذا مزياني؟ حيت الحاجة اللي تدربت عليها، اللي دربتي مزيان، اللي تدربت عليها ما تنديرش فيها الغلط. يلا صح هاكاك مزيان، برافو برافو. شوفي فيا راه كنت كنتي حدايا وكنبستك. هاني حسن جدا، شوف شوف جرون كلا، برافو 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 برافو. هات حفصة أردت من هنا فريا لشمل. شت 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 قلت لي كانت 8 اللي كتبات كتسوى 8000 ريال. تبارك الله. السلام عليكم متتبعين ديالي الاعزاز، اليوم غادي يقريني بابا واحد الدرس جديد. نعم حفصة، اليوم عندنا درس جديد، ليس في الحروف، ليس في الحركات، ليس في اللغة، ولكن درس اليوم في الأرقام والأعداد. نعم غادي نكتب لك الأعداد، راه دربنا عليهم ياك. غادي نحاول نكتب لك أعداد وانت تقريهم ليا، واخا؟ حفصة غنبداو بالعربية حيت العربية غادي نبداو باليمين إلى اليسار. إلى اليسار غتقول لي شنو هذا؟ صفر. وهذا؟ واحد. هذا اثنان. هذا ثلاثة. هذا أربعة. هذا خمسة. هذا ستة. وهذا سبعة. وهذا ثمانية. وهذا تسعة. إذن حفظ الأرقام كلهم. غادي قبيله قلتهم لك بالترتيب. أنا غادي نمتحن واش انت نيت حفظهم كي دايرين ولا ما حفظهمش، واخا؟ بغيتك تكوني ناجحة، واخا؟ حيت راه دوزنا فيهم خير الله. شنو هذا الرقم حفصة؟ اثنان. هذا؟ خمسة. هذا؟ ستة. وهذا؟ صفر. وهذا؟ ثمانية. وهذا؟ ثلاثة. وهذا؟ سبعة. وهذا؟ تسعة. حسن جدا، انت حافظه الارقام يعني مزيان. الشطر الثاني من الدرس ديال اليوم غادي نمسح هاد الارقام وغنبدا نفتي عليك نقول لك اكتبي لي هذا الرقم. طبعا عرفتي تكتبيهم ياك، تدربنا عليهم هكاك. غادي نعطيك، انا نعطيك المساحه، خدي مسحي حفصة هذوك الارقام اللي كتبنا. برافو عليك، حسن جدا حفصة. مسحي دغيا متبقايش معطلة. باش كنمسحو حفصة باليمين؟ لا باش كنمسحو السبورة باش بالميم صحه. لا بغوس، لا بغوس، اون دي اون فرونسي بغوس.
مزيان. غادي تحطي الممسحه فوق الطاوله. غادي تهزي قلم ازرق. قلم ازرق. ستكتبين يا حفصة رقم. دوري عندي بعدا هو اللي نمسحها بيديا. ها كي اتفقنا قلنا نمسحها ممنوع نمسحو بيدينا. هزي الممسحة بهداك اللي داك اللي دليلي. ها هكاك هذا كيشد الممسحة وحطي على السبورة ديما داك اللي يكون محطوط على السبورة تكي عليه. أنا كي مقلوبة يا حفصة. حفصة مقلوبة عندك. شوفي فيا مزيان. شوفي فيا مزيان. شوفي فيا مزيان. تنقول لك ملي نكونو كنكتبو كنكتبو ياك الجسم ديالنا تيمشي هاك تجي بعد هاك ياك وليد كتمشي هاك. إذا كتبتيه هنا الصفر ياك واحد الدائرة صغيرة اللي كتبو اثنين تيمشيو هاك ولا ما تدوريش خلي يديك تتزيري يديك الديفو ديالك الكبير في الكوزينه في المدرسه كتزيري يديك. رخي يديك رخيها رخيها رخيها. كنجيوها هكا واحد شويه وكنرجعوها هكا نكتب نعاود نكتبها هكا نكتبو الدائره ونمشيو هكا لتحت ونضرو ليه. يلا كتبي نعم. شوفي كنجيو هنا كنهبطو هكا وندورو لا فين غادي لي. واش انا قلت لك سيري لي انا قلت لك كنهبطو هاكا. شوف 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 مزيان حفصه. شوف نهبطو مستقيم. شوف حفصه شوف ديري الدائره كبريها شويه ديري لي هذيك كبري راه عندك السبوره كلها ديالك مزيان. هاد النقطه غنحطوها هنا ونحطو هاد النقطه هنا. غادي تجيبي هنا حتى لهاد النقطه ودوري لها. خليك بلا لا قري ولا نمشي بحالاتي. حطي النقطة كي قلت لك هاك جي من هذيك النقطة ورجعي لهذيك الأخرى. مزيان قريب قريب عاودي مشحي طلعتيها هاكا ما طلعيش هاكا جي ديريكت للنقطة. غادي ديري الدائرة هنا غادي تجي لهاد النقطة مباشرة غتبداها من هنا وتجي وترجعي لهنا صافي. غتجي هاك هاك يلا فين علمت لك في وسط الدائرة؟ فين هي النقطة اللي حطيت لك في وسط الدائرة؟ أنا فين علمت لك أنا؟ ماشي هنا. واخا خلينا من جوج. غتكتبي لي صفر وكتبي صفر. ما ديرش هادي وحصة الله يهديك الله يهديك ما بغيتيش تعاوني راسك. هاك شدي المساحة صفر كي تيكون صفر. واش عوج واش مثلث واش مربع كي تيكون. شوف فيا شوف فيا كي تيكون. لا لا شوف فيا كي تيكون صفر كي تيكون صفر الشكل دائرة. دائرة يلا كتبي لي دائرة. هاد اللي ديما تمشي هاك والجسد ديالك يبقى صافي. هذاك هو الصفر. غادي تكتبي لي واحد تدوزي كزين الله. شنو هذيك حفصة؟ واحد. غادي تكتبي لي ثلاثة كتبيها بين صفر وبين واحد. حسن جدا برافو عليك. هانتي فاش تبغي تكتبي حاجة زوينة تكتبيها زوينة لا تكتبيها صغيرة. حاولي تكبريها شوية. شوفي فيا مزيان. نعم. ملي تبغي تكتبي شي حاجة كتبيها كبيرة شوية ما تكتبيهاش صغيرة. كتبي لي أربعة. برافو حسن جدا برافو برافو. واحد الربعة كتبتيها ما تنعرفش أنا نكتبها. ملي كنت نهضر معاك شوفي فيا مزيان كتبتي واحد الربعة ما كنعرفش انا نكتبها واعره احسن من ديالي. عرفتي علاش تنكتب دابا هادو مزيانين؟ حيت الحاجه اللي تدربت عليها
اللي دربتي مزيان. اللي تدربت عليها ما تنديرش فيها الغلط. مزيان، ونبغيك تدربي مزيان، ما تبقيش تضيعي الوقت في الدار، حاولي تدربي ديما في الكتابة صافي. غادي تكتبي ليا ستاتون، مسحي هادو كاملين، مسحي هادو كاملين. ستاتون، ها انت درتي داكشي اللي ما كنقول لك، بقاي الجسد ديالك يبقاي لهي، وصيفطي يديك يكتب. ها ستاتون. بالك نشوف اش كتبتي. راه كتبتيها مزيانه، ولكن الطريقه باش كتكتبيها، اولا كتكتبي هذاك الشيء صغير، غادي نقول لك كتبي، كتبي راه السبوره كبيره. علاش كتبداي، علاش كتبداي سته من التحت، بديها من الفوق. انا شوفني 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 شنو كندير. سته ما كنبداش بالدائره، كنبدا من واحد الخط هابط من الفوق هاك. صافي صافي، انظر هاك، قريبة ولكن هذا شوف بلاتي انت حركتك تك 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 تك، عودي تشوفي تخدي نفس وشوفي شنو كنقول لك باش يمكن لك تكتبي، واخا؟ حيت الا ما كتنتبهيش ما يمكن لكش تفهمي، والا ما فهمتيش ما غاديش تكتبي مزيان. شوفيني مزيان فاش كنقول لك هنا، ملي كنهبط ما كنهبطش هكا طويل، كنهبط داير مايل، ما قلت ماشي داير بحال بغيت نكتب السي ديال الفرنسيه، بحال بغيت تكتب حال القوس الراء، الرمقلوب، الرمقلوب، وتنرجع برافو حسن جدا حسن جدا. الى عدتها نعرف صافي راك واعر بهذيك الطريقه. حسن جدا، شوف شوف جران كلا، برافو 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 الرضا. يلا هتكتبي لي سبعة. هذا نقول لك انا الحرف الرقم اللي تدربت عليه ولا الحرف اللي تدربت عليه ما كاينش فيه شي غلط تقول ياك؟ إيه. تجي فيه لاصق لاصق، وعرفي انا ملي تنقول لك كيفاش تكتبي لاصق مطرطق. يلا صيفطي يديك للقدام باش تكتبي، وغتكتبي لي سبعة سبعة. راه كتبتيها صحيح ومزيانة وسبعة حسن جدا، ولكن الكيفية الطريقة باش كتبتيها هي اللي فيها المشكل. اما هي سبعة ديالك سبعة واعرة، سمعني شوف فيا، قلت لك الا كنهضر معاك شوفي فيا، ديك سبعة اللي كتبتيها احسن سبعة مكتوبة، ما نعرفش نكتب بحالها، ولكن خصك تدربي على واحد الطريقة سهلة باش تكتبي. شنو هي؟ عندك ثاني الطريقة باش نقول لك عقلتي اش درتي باش كتبتي هاد سبعة؟ درتي 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 هاد الخط، عاد درتي هكا، عاد درتي هكا، عاد درتي هكا. انا بغيتك تبداي بحال شوف فيها مزيان هاك بحال الفتحة، ونهبط وندير، يلا ديرها كي قلت لك، فتحة سيري لهي وهبطي هبطي زين بركة. فاش تبغي ديري هذا راه مزيان حسن جدا، كتبتيها مزيان، ما تبديش من هنا، درتي هكا ودرتي هكا ياك. غادي نمشي لهنا وندير هكا واحد الشطه، فتحه اخرى ثاني درت فتحه هنا وهبط، وغندير فتحه هنا في الوسط. ديري حاول ديريها سيري لهي، لا لا رجعتي للطريقه ديالك، لا تتبدي بالفتحه، قلنا غنبداو بالفتحه، غنمسحو هادشي كلو، غنبداو بالفتحه هاك، ونهبطو هاك، يدك ديما لقدام هاك، يلا فتحه سيري لهي، لا لا الفتحه كان فين كندير، حيد يدك الفتحه كنمشيو هاكا هبطي
هاوتي مزيان صافي. دير هذاك الفتحه في الوسط، ما ديرهاش، ما تبديش من تم، بدي من هنا من هنا من هنا. اه سيري هاي هو سبعه مره واحده. لا رجعتي للطريقه ديالك، حاولي تخلصي من ديك الطريقه اللي كتعرفي. لا شوفي فيا مزيان، نحاول نتخلص منها. اه غادي ديري هاك ديري سهلة هذيك الطريقة سهلة. سيري لها أبطي ديرها هاك حسن جدا. شتي سهلة سهلة ولا لا؟ لا هانتي رجعتي للطريقة القديمة. لا مش رجعي لها تجي، رجعي لها تبرا صبر على الكلام، ماشي انت اللي غادي تجي، يديك اللي غادي تجي. سيري كلها هبطي لتحت، دير الفتحة في الوسط هاك مزيان. حسن جدا حسن جدا حفصة، هانتي كتدربي وتتعلمي. عقلي شنو كنقول لك؟ اه شوفي غاتكتبي ليا، شوفي غادي نقول لك واحد الرقم مزيان. حسن جدا حسن، برافو برافو. شوفي فيا ملي نقول لك برافو، شوفي فيا نشوف وجهك، خصني نشوف وجهك ملي نقول لك برافو، خصني نشوف وجهك. غادي نقول لك واحد الحرف اللي صعيب عليك تكتبيه. تسعة دون. اجنا هذيك كتبتي تسعة تون ياك، ولكن تعطلي الطريقه باش كتكتبيه هي اللي صعيبه عندك، ولكن راه كتبتي تسعة تون صحيح حفصه. نعم غلط. لا صحيح، بغيتك تكتبي ليا خمسة تون، هذا هو اللي صعيب عليك بزاف. اجي لهادشي اجي لهادشي، مسح لي محمد هذوك الارقام اللي كتبتهم. كتبتي يا حفصة يلا حفصة هاكاك مزيان برافو. شوفي فيا راه كان كنت حدايا وكنبستك هاني. شوف شوف برافو 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 عليك. عرفتي غادي نحصلك، غادي نحصلك واحد الرقم ما تقدرش تكتبيه. قادرة ثمانية تون، هذاك هو اللي صعيب عليك. هنا 8000 ريال تبارك الله. ريال غادي تكتبي لي ديري هاك 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 تولي 8000. يلا اكتبي لي 8000 بحال هاديك، اكتبي 8000 بحال هاكا، اكتبي 8000. كتبي 8000 باش نشوف واش تقدري تشدي 8000. اكتبي واش كنتي 8000 هي الاولى، وكتبي 3 د الاصفار. 8 هي الاولى، دركا 8 دركا 8 ثلاثة د الأصفار موراها بحال هذوك اللي كتبتي وكتبتيهم مصفين باش تولي 8000. شوف هذوك اللي درت الفوق، واحد مورا واحد، صفر مورا واحد، مزيان
زيد الاخر زيد تكتب الاصفر وتكتب الاصفر شوف قال لي ما كتبتيش صفر ولكن كتبتي سفرون سفرون زعما هذوك اللي كتبتي انت صغار داكشي علاش قال لك سفرون انت خصك تكتبي صفرون غليظ كبير انا نسمع ليك نكتبهم دايرين بحال قد الكابلي ها هما قدامك بحال هذاك قد الكابلي قد الكابلي قد السيف قد الكابلي قد السيف يلا زيد شي سير لا خليها كتبي سير نمسح حتى 8 دير بحال هذوك اللي كتبت انا تماك شتيهم بغيناك تصايبي لينا بحال دير هذوك بحال هذوك اللي صايب باباك باش تجي 8000 ريال ولا ما بغيتيهاش زيد سواسك ترا هي تكتب يمكن ما بغاتش مزيان زيد اصفر كبار تكتبيهم داني صغيورين بحال بغيتي تكتبي جوج ودير بحال هذوك اللي درتي الدورات ديال 8 بحال قد 10 دراهم وخلاص عسى الله الرضا بحال قداش قد 10 دراهم قد 10 دراهم شقفه يلاه صايبين لينا 10 دراهم تما هاكا صايبين 10 دراهم اخرى زيد ثلاثة اخرين جوج اخرين زيد خمسة دراهم زيد الاخرى زيد ما تبقاش صغري حسن جدا نشوف 8000 8000 درتيها البالا اذا انت عندك الاعداد والارقام مزيان عندك ياك كتعرفي الارقام من 1 حتى 10 كتعرفيهم وحسبي ليا من 1 حتى 10 شوفي فيا مزيان شوفي ما قلتلكش كتبي قلتلك حسبي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 حسن جدا صافي برافو عليك انتيا واعره صافي ديروا جيم وديروا لايك وفعلوا الاشتراك وما تنساوش شي تعليق زوينين شكرا لكم المتتبعين ديالي الاعزاز ارجوكم ما تنساوش تقراو لي الفيديوهات من البدايه حتى النهايه ودعواتكم مع الوالده ديالي راه مريضه دعيو معاها الله يشافيها ليا امين اللي باقي ما تابوناش يتابونا ليا الله يرحم لكم الوالدين الله يرحم لكم الوالدين الله يجعلها لكم في ميزان الحسنات